يقول الإمام علي: لو كان الفقر رجلا لقتلته. أعزائي المشاهدين، حلقت هذه المرة تحديدا من هذا الممر وخلفي هذه الغرفة من منطقة الحرية، عن قصة داخل قصة داخل قصة لعائلة تواجه ضنك العيش، لكن رغم كل هذا عندها أمل كبير. ابقوا ويانا وتابعوا التفاصيل. شتمن خالام علي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حبيبي، يعطيك العافيه، زارتنا البركه. الله يسلمك خاله. قبل ما اسال اي سؤال وقبل ما ندخل بتفاصيل قصه عائله ام علي اللي هي طبعا في منطقه الحريه، خليني اسالك ليش لجأتي الى الاعلام وحسيتي انه الاعلام ممكن يحل مشكلتك؟ والله حبيبي ما خليت مكان، ما رحت للمنطقة الخضراء حتى يعرفون هسه هذا ابني الزين، وما خليت المستشفى الواسطي، صحة بغداد، الوزارة، مدينة الطيب، المحافظة، أخابرهم تليفونهم مغلق، يأخذون تقارير ابني وصور ابني على شنو راح نسوي له عملية، وفوقها جو هذا اللي انتخبناهم هم ما تجو أخذوا تقارير صوره، وبعد ما شفت أي واحد من عندهم. نعم، البيبان كلها بوجه انسدت. وين رحت؟ التجأت لقناة المدى. زين، راح بوبية من صغيرهم لحد كبيرهم. زين، يعني ما فتحوا لي صدرهم، استمعوا الشكواي، استمعوا لمشكلتي. زين، اذا اعزائي المشاهدين راح نسمع تفاصيل قصة عائلة ام علي، واكيد راح تعرفون ليش ام علي لجأت للاعلام. أم علي مثل ما تفضلت عندها طفل وابنها تعرض لحادث، وأيضا بيتها تعرض لحادث، ولجأت إلى العديد من السادة المسؤولين وأيضا من الأشخاص اللي انتخبتهم مثل ما هي تفضلت، وللأسف سدوا أبوابهم بوجهها. خلينا نسمع قصتك. أول شي حبيبي، أنا من مدينة الحرية، أسكن البيوت العشوائية. نعم. عالم تكون إحنا من 7 نفرات، عنده طفل احترق بجدر الحسين، والناس الخيرة اللي لمولي وانطوني في سبيل عاجة وعالجته، والحمد لله سنتين هو بيمشي لحد ما مشيت على رجليه، بس شنو عنده طلعت مضاعفات ايديناته معوقة. نعم. قال ابنك وقع، قلتي لي بجدر الحسين. نعم. زين، منطقة الحرية. منطقة الحرية قبل ايش قد؟ بال2008. بال2008. اي يعني كان هو هسه ماخذ الشهادة يعني مالتي قبل تقريبا 7 سنين. 7 سنين، بس انا ما قعدت من هذاك اليوم لهذا اليوم. المنطقة الخضراء 10 مرات انا طابت لها الباب الثاني. ويقعدوني يم هذا المطعم، ويجي الدكتور يفحصه ويكتب لي بتر ايديه. بتر ايديه؟ اي بتر ايديه، لان كانت تطلع من عندها يعني ريح من ايديه، قالوا هذا لازم تلبتر. شو يطلع من ايديه؟ ريحه يعني، لان ريحة. حرق، لان الحرق مالته قوي كان حتى في خاذه. فكانوا بوقتها الامريكان. نعم. سووا لي كتاب للدكتور، الدكتور قال هذا ما يصير هنا نسوي العملية، نسوي العملية خارج العراق. يعني العملية خارج العراق ممكن انها تنجح ويبقى تنجح. جمال محافظ على ايده، لان الامريكي قال هاي، يعني هم المترجمة تحكي لي. نعم. العراق راد يبتر ايديه، الامريكي ما قبل، قال يعني يسافر خارج العراق. خلاص، كم كان عمره جمال؟ 6 سنين. عمره 6 سنين. اي 6 سنين، ناجح من الاول للثاني. لا حول ولا قوة الا بالله. فاخر يعني قلت لك رحت سويت مقابلة لوزير الصحة،
ما يعني ما يعني ما لقيت اي مقابله. رحت لصحه بغداد ما قدرتي تدخلين يعني للوزير تقابلي؟ لا لا ما قدرت. زين بس قابلت ناس خيره. نعم. يعني سووا لي ورقه رساله للمفتش مال صحه بغداد الوزاره مال الصحه. فكتب لي رساله لمن؟ المدير او معاون الاداري مال المستشفى الواسطي. نعم. رحت انا وياه، كان شهر تموز، واخذته وياي ومكان بعيد مستشفى الواسطه. طبيت لها، طبيت الرساله بيد المدير، قال جايتني هنا. قلت لي والله من المفتش العام. قال من يسوي العمليه هنا؟ أنا هذا راد له هيك وهيك. زين اللي هو شنو هذا؟ يعني زرع جلد والهاي يعني الدم ما يوصل لهاي ايديناتر. فقال هذا يحتاج عملية مو بالمستشفى. نعم. خارج المستشفى، يعني يكون مستشفى أهلي. 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 نعم. رجعت من عنده هم برد شمي يوم، هم ناس دلوني قالوا روح الصباح التميمي بالمحافظة مال بغداد. نعم. رحت المحافظة بغداد واخذت وياي، والحماية خط يستقبلوني. وطوني رقم تليفونها، قالوا لا تقولين بس اخابر. كان يطلع لاخوها، قال خارج العراق. نعم. مسافره. عادين قالوا ليش تروحين طلعين هيك خالي بلاش؟ تقاريرك بديتش قدميها شؤون المواطنين بالمجلس مال المحافظه بالمحافظه. نعم. رحت يم الجام خانه واخذ الاوراق، وطاني ورقه صغيره قصاصه، قالت خابرينا كل 10 ايام. والله قمت مو 10 ايام، 15 يوم مع عقوب وخابر. قالوا ليش اسمه ماكو ما جايتنا اي مبالغ مال حالات انسانيه نسوي عمليات. نعم. هاي بها سنه؟ والله هي قبل ما ينتخبوا. قبل ما يعني 2013 من طلع هذا شو اسمه كان عبد الرزاق. نعم. هي برا مباشره قالوا هذا خوش وزير، يعني خوش محافظ ويساعد. وهاي رحت له حتى بوقتها كانوا معلقين صورة ابن عمه مستشهد. نعم. بس ما حصل الشيء. اخر شيء قفل التليفون وراها صارت هي انقفل التليفون ما عدارتون الواطنين. نعم. تقارير راحت وهاي. زين هسه اتصلتي بالرقم مال دائرة شؤون المواطنين؟ اي كل مرة اخابر وباسم جمال فاضل حبيب. نعم. المحروق وهاي ويعرفون يعني حتى عن طريق الصورة مالتي اللي عندهم. نعم. بس ما حصلت اي شيء من عندهم، ولا يعني من محافظ ولا من وزير ولا. طيب. اخلي الشيء يعني ما. بعد بمن اتصلتي؟ رحت الله يسلمه استاذ عدنان قريشي مدير مجلس البلدي مالتنا مال الحرية. انسان محترم ويعني يساعد. فهم توصلني الناس يعني ودوني مالت اللجان الطبيه. نعم. هم ما حصلتهم هذول اللجان الطبيه لان يتواجدون بالاردن. اي هو استاذ عدنان يعني راد وعاج وراسلهم للمحافظه، قال لهم عندنا هيك وحده بالحريه هيك بنها وظرفهم تعبان وهاي. هم ما ردوا اي خبر لاستاذ عدنان. زين من ورا هاي يعني تعبت مليت عفته تركته. ف اخر شيء هي بيت وقع هاي مال المطره. قلتي لي بعد اكو احد اخر اتصلتي لي هم شو يسمونه اللي جو رشحوا روح من الانتخابات. قلتي لي بعد اكو احد اخر اتصلتي لي اتذكر الاستعالين صيف. استعالين صيف رحت بيتها. نعم. ما اتصلت بها، رحت لبيتها بالدولعي. اي وكان ابو المولد واقف وواحد من اخوتها. استقبلتك استاذ علي؟ لا ما استقبلت. قال اخوها كان مسافر للاردن. هم مسافره. هم مسافره. نعم. اي. اخذوا منك يعني مثلا؟ لا ما استقبل. ما استقبل. ما اخذ من عندك معلومات. انا حكيت الولد. اي نعم. حكيت الولد هو هذا الواقف بباب بيتها ابو المولد. قلت له بس شوف تحكم يعني على ظرفي، واذا انا يعني ظرفي مو شو يسمونه خلت تطردني. قال هي مسافره خارج. ليش تطردك خاله يعني
البرلمانيين هم في خدمة الشعب وهم المفروض أبوابهم مفتوحة للمواطنين ويتقبلون المواطنين يسمعون شكاويهم وأيضا يحاولون قدر الإمكان يساعدوهم، هو هذا شغلهم يعني الحقيقي. شو اسمه قال خاله هي خارج الطن رقم تليفونه هو اسمه حيدر، خابرته مرتين ثلاثة قال بعدها ما جاي، فقلت هاي يعني مو مال استقبال مال طرده، فظليت قعدت قلت الله خالة انت مقامك محفوظ ومقامك كبير ويكفي انه انت ام عراقيه اصيله ربيتي هذول الاطفال بهذه القدره والامكانيات البسيطه وبهذا النفس الطويل وتحملتي كل هذه المتاعب، مقامك محفوظ خاله بكل مكان، وما اتمنى اطلاقا انه تقولين هذه الكلمه، انت بكل مكان مرحب بي سواء تزورينا بالقناه او في اي مكان واي بيت عراقي. ان شاء الله يعطيك العافيه حبيبي يا امه. زين فظليت يعني تركت، قلت الله كريم، الساعة عن الساعة فرج. زين قلت بركة عسى ولعل هاي الحكومة الجديدة يعني يجون هاي يشوفون حالتنا، ما حد أقباب علينا هذاك يوم وهذا يوم صدق. جمال شلونك؟ زين. أشوفك قلق، بس تريد تروح، وين تريد تروح؟ اللعبة. يا لعبة مالتنا. انت تلعب طابه؟ اي. احكي لي على الطابه، شنو موقعك باللعبه؟ هو شبر. شنو؟ شبر. شبر يعني اللي هو شنو؟ هو بين النص وبين المهاجم. بين النص وبين المهاجم. زين هذا الفرقه هاي او الفريق هذا اللي تلعب وياه انت يعني مال منطقه بيناتكم انتوا اصدقاء؟ لا مال هاي نادي. ها؟ نادي. نادي؟ ايه. يا نادي الحرية. نادي الحرية. وتلعبون ويا غير مناطق؟ ايه لعبنا. ايش وقت؟ لعبنا بن مسيب ولعبنا ويا نادي الزهراء. حلو. يعني عندك لعبات يعني على مستوى محلي. ايه. تريد تصير لاعب كرة قدم من تكبر؟ هو اريد انا همواتي. تريد؟ ايه. اشوفك ما متأكد انه انت تريد. اريد ليش؟ تريد؟ ايه. شو تريد تصير؟ همينا شبه؟ لو هجوم لو دفاع؟ هم شبه. بيا نادي تريد تلعب؟ هو سبو نادي الحرية بطلت من يمه. اي راح العب نادي الكهرباء. حلو. راح تلعب بيا نادي الكهرباء. زين المدرسة عفتها؟ اي عفتها. شو وقت عفتها؟ هو اول ما احترقت اللي بالألفين ثلاثة. بال2008. هسه ايدك شلون صارت؟ زينة. ايه. هاي ايدك تقدر تحركها؟ لا. لا؟ ايه. هي دائما هيك يعني هذا الوضع مالته؟ ايه. شو تحس من تريد تحركها؟ ماكو ما تتحرك. ما تتحرك؟ ايه. تأذيك؟ لا. ابدا؟ ابدا. وذيك؟ ذيك اموت ما. ايش بيها؟ كشمت. ما تتحرك؟ لا تتحرك هي. هذه حركتها طبيعية. ايه. يعني اليسار عندك حركة. بس اليسار. مو طبيعية وماخذة هيك يعني وضع دائم. ايه. زين وهذه البايسكلات أنت تصلح فيها؟ إيه جاي أصلح. ساعد أخوك؟ إيه ساعد. عندكم محل؟ لا. لا. ما عندي. لا وين تصلحوها؟ هو هنا بهاي الغراب. برا البيت. اي. كم بايسيكل تصلحون باليوم؟ كنا بس ذن الاثنين. بس ذولي؟ بس ذن الاثنين بيحنا ونجيب غيرهم. ها يعني انتو هاي تبيعون وتشترون بها. يعني جمال تعرف ايش قد عادة تربح من البيع مال ال ماكو نفس السعر. نفس السعر؟ السوق ماكو. ماكو سوق. بعد ليش تشتغل هاي ان شاء الله؟ اي من هم نجيب اغراض ونبيعهم. هنجيبون غراض. ايه. زين فكرت انه تشتغل غير شيء؟ ايه هم فكرت. مثل شنو؟ هو نفس بالفرن. بالفرن؟ ايه. شو تشتغل بالفرن؟ هو خلي صمون بالهاي بالعلاقة. تخلي صمون بالعلاقة. ايه. يعني تعبي. ايه. تشوفها شغلة سهلة عليك. ايه.
زين هذه مو بالفرن يعني تستخدم ايدك هواية عادي؟ اي عادي. خليني يعني اسألك اليوم جمال شلون تشوفين حالته النفسية؟ جمال راح اقول الشغلة هذا لو يعني غير واحد كان حالته النفسية حيل تعبانة يعني بهاي بشوفين هاي ديناته وهاي يروح مشارك بالنادي يلعب كرة قدم وراح الكربلة وراح النجف بس أنا شو اللي قاهرني اللي سقط يعني أنا حسب يقدر يحركها؟ هاي هسه خل يفتح ديناته يقدر يحركها؟ لا هاي ديناته سقط هاي الثانية هاي شفتيها بالصورة يعني محتاج عن عملية وعنده الأفخاذ مالته محروقة فصار عنده تخثر بحيث يعني أصير عنده حكة لأن بوقت ما وقع كان دنيا شتة فظل يعني ما حدا أخذ لحد ما شوية إمكانياتني اللي أخذناه بتاكسي مستشفى الكرف هواي أنت يمكن كل الوقت تفكرين بجمال وفكور عليه او اكيد يعني حالتك النفسيه تعبانه تفكرين بجمال شلون ممكن انه يتعالج انا اتمنى هسه ست يعني اتمنى هسه تصورين ديناتي اتمنى تصورين ديناتي هي هاي يعني الشاب هيك من هو صغير ولحد هاي اللحظه يعني عمليات يعني هاي العمليه صعبه على حكومتنا صعبة على وزارة الصحة والله هي خالة هذا السؤال موجه لهم وموجه للسادة المسؤولين في وزارة الصحة إذا كانت عملية جمال عملية صعبة أو عملية سهلة وهل فعلا جمال يستحق هذه العملية والكثير من الأطفال العراقيين يعني اليوم يعانون من مشاكل صحية وحقيقة بحاجة لعمليات بحاجة إلى الدعم الطبي والعناية الطبية والأدوية الطبية فهذا السؤال موجه لوزارة الصحة نتمنى أنه يجاوبون عليه والله. سواء كان من خلال برنامج نبض الناس أو برامج المدى الأخرى برنامج ناس وحكومة اللي أيضا يلتقي بالسادة المسؤولين نعم والله هاي شو سوى ست بس ناشد هاي يعني أنا عندي قضيتين ورد بعد هو بكيف السادة زين المسؤولين القضية الأولى هاي عملية تبني زين والله ما تكلفهم بس أنا اللي يتكلفني لأن ما عندي إمكانية علي الوالد يعني حاليا طلع من الوظيفة عنده خدمة 16 سنة وأيضا يعني منحس بدلة وأصلا الدرجة الوظيفية ما موجودة وما يعرفون وينها بالإضافة إلى هذا تقاعد مهمنا ما حصل يعني شلون تعلق على هذا الموضوع؟ احنا اثناء تصحيح الاجراء بالتربيه نعم. من المدرسه سووا له تغيب يعني بدون اختار فانه خدماته يعني وانتهى موضوع وموضوع اندفن يعني بعد قد راجعنا قد حتى راجعنا وزاره ماكو قالوا شغلتكم منين من التربيه رحنا على التربيه يقول احنا مو منين بعد ها صلاحيه وزير اذا اراد يرجع نعم واحنا صلاحيه وزير ما يعني ما يستقبل ما اعتقد يستقبل احنا رحنا لمكتب الوزير وحاكيناهم يابو وحتى جبنا كتاب من عندهم من يوم التربيه ينكروها ان شاء الله فدرجته ضاعت يعني شلون نقول راحت بين الرجلين بعد فالدرجه ما تراحت يعني اعتقد الغير حارس يعني مكتب الوزير ما استقبلكم؟ لا استقبلنا مكتب الوزير بس اعطانا كتاب من عندهم بان يباشرون بشغلته يرجعون الوظيفه هو عنده 15 سنه خدمه والله ما اذكر التاريخ يعني ما اذكره انتم عموما يعني من سنه 2009 الى الان تراجعون بمعامله والدك بوزاره التربيه وبمحاوله يعني انه يحصل على تقاعد وماكو شيء ماكو اي نتيجه من عندهم ما طلعت اي نتيجه من عندهم يعني حاولنا ردنا قلنا حتى لو اذا صارت مثلا شغله فلوس نقي بس خليه يرجع لانه 15 سنه حرام ما تخدمته هيك شيء هم كان حصل التقاعد من عنده ونستفاد من تقاعد مالته واحنا ظروفنا يعني مو زينه وتعبانه نعم وما صارت هاي ان شاء الله. علي انتم ايش قد عدد افرادكم؟ تقريبا يمكن احنا 7 أو 8 اعتقد 8 نعم 8 طيب علي والدك كان راتبه 250 هاي وقت ما اصلا يعني كان بحارس المدرسه وكان عنده راتب 250 كانت تكفيكم؟ لا هي بالنسبه لنا ما تكفي بس احنا نقول الحمد لله انا كنت اشتغل يعني اطلع بدل ما كان شغلت هاي بايسكلات كنت اشتغل عمال اطلع اشتغل عمال من الصبح ولا 25 اجيبها تنصرف يعني تروح نعم شنو اللي صار من قصه ابو علي؟
هاي أبو علاوي تغيب سووا لين الحارس، أكو حارس لقينا موجود بدون تعيين قاعد بالمدرسة. حارس بدون تعيين قاعد بالمدرسة؟ أي بدون تعيين عند جهاله. يعني شنو كان بدل أبو علي؟ لا لا هم قعدوا. من هم؟ يعني جهة مسؤولة. زين. فطبينا الفرزق، فطبينا للمدير مال المدرسة. قلنا له احنا ما نقدر هنا يعني حارس، وهذا حارس وعائلة واحد من اثنين، يعني كل شيء يصير ست، يعني تو براس مي براس اللي متعين على الملاك الدائم. نعم. قمت انا سويت له معامله مال تقاعد، والمعامله سويتها بالوزاره على خدمه 15 سنة. يعني قلت انه يطلع على التقاعد. يطلع تقاعد. نعم. على خدمه 15 سنة. نعم. فمن كملتها وجبت الفايل، حتى الفايل استلمته من عند الموظف ام علي بالتربيه، سحب الفايل استاذ عامر موسى، عامر سلمان كان مدير ذاتية، ما كانت مال موارد، مدير ذاتية. قال نهو خدماته، فما يصير نهو خدماته؟ نهو خدماته. وال 16 سنة خدمة هاي راحت هبا. راحت هبا؟ هبا. اي كلها راحت هبا؟ اي راحت. هو حارس؟ حارس ليلي. ايش قد راتبه كان؟ كان 250 راتبه. لا حول ولا قوة الا بالله. فسويت هاني قلت له ليش استاذ؟ قال تغيب عندي. قلت له لا مو تغيب عندي، انا عندي معامل مال تقاعد وعند البنيه. قال هاي ما تاكل. فسويت قابلت استاذ عبد مناف كان معاون المدير. نعم بس اذا تسمحي لي خاله، هذه شنو هاي الاوراق؟ هاي انها خدماتي، وهاي استاذ محمد جعفر قال كحاله انسانيه عدل رجع لوظيفته، وهاي صار من 2013. هذا الكتاب، هذا الكتاب انها وخدماتي، انها وخدمات بي لأبو علي. أي. وراحت خدمته ل 16 سنة. أي. بسبب التغيب. والحقيقة مثل ما تقول أو أنت دا تقولين خالة أنه هو كان ما متغيب، وإنما هو إجا ولقى شخص موجود بالمدرسة بمكانه وغير متعين على معاملة مال تقاعد. ست معاملة. نعم. همات مال تقاعد. نعم. سويت على 15 سنة حتى يدفع تقاعد. سويت المعاملة مال تقاعد معامل. على مود أنه. أي. أكو شخص كان بالمدرسة وهو غير متعين على الملاك الدائم، حتى هو ما يريد انه يتحمل المسؤولية والشغل في حال انه صار شيء. هذه ايه؟ هذه صورة، هاي صورة هذا جمال. هذا ابن. خلينا نشوف صورة جمال. احنا هسه بسنة 2016، شو تتمنى؟ اتمنى اسوي، اتمنى تسوي عملية جديدة. تتذكر الحادث؟ لا. كل شيء ما تتذكر عنه؟ ولا يخطر ببالك ولا أي صورة منه؟ لا. ماشي. إن شاء الله يا ربي هذه السنة تكون سنة خير عليك، وتقدر تسوي العملية، نزورك مرة ثانية ونشوف إنه إيدك ما بيها شيء، ونشوفك خوش لاعب. لو مو خوش لاعب، لو لاعب خوش. شكرا جمال، شكرا لك. خالة هاي سنة 2016، ايش تتمني؟ اتمنى الامان، وكيف نشر داعش ويهدي حكومتنا على الشعب العراقي. زين. يضوع الحالة الفقير، وما نتمنى شيء، يعني حتى لو اظل بهذا البيت بس عيشة، يعني عيشة يعني مستوى تليق بينا احنا. نعم. اللي صبرنا واللي ضحينا. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي تكون سنة 2016 وتكون سنة خير على الشعب العراقي، وخصوصا الشعب العراقي الفقير اللي ما يستاهل هذا الوضع اللي هو عايش به. يستاهل ابسط حقوقه، انه يحصل مكان طبيعي يعيش به ومكان صحي يعيش به. يستاهل انه من ابنه يتمرض، ومحتاج فعلا محتاج عملية. نحن نعرف انه المراكز الصحية وايضا المستشفيات الصحية فيها العلاج مجاني، لكن لمن يحتاج عملية حقيقية يقدر يحصل عليها. نتمنى انه نوصل للعوائل العراقية ونلقيهم فعلا ما يعانون من اي مشكلة.